في حاجة غريبة جدا بتحصل يا جماعة وعايز اعرف رأيكم فيها. سي بي اس نيوز نشرت وثائق مهمة جدا عن مشروع استقبال الفلسطينيين. طبعا هتسمع كلمة استقبال الفلسطينيين هتقول لي ايوه يا عم عبد الفتاح ايه الجديد، يعني ما الكلمة دي بنسمعها من زمن الزمن. هقولك لا، اتقل بقى شوية علشان المرة دي خبيثة شويتين، او خلينا نقول مختلفة شويتين يا سيدي. بص، امريكا بتدرس ان هي تستقبل اعداد من الفلسطينيين. ايه رايك بقى المفاجأة ديت؟ مفاجأة صح؟ عارف انت لما قالوا قال فين سلحتك يا معلم؟ طب هم هيستقبلوا اصلا مبدئيا كده يا عبد الفتاح قد ايه، او العدد قد ايه؟ بص، هو لسه لحد دلوقتي ما تحددش العدد، بس المبدا نفسه هو ده اللي بيتكلموا فيه. الناس دي يا جماعه على كلامهم هتكون لاجئين في امريكا، وهتاخد اقامه دايمه كمان، وترابيزات بينج وبلياردو. شايفين الحنيه يا جدعان؟ لا اسمع بقى، ده فيه كمان حته حنيه زياده. بيقول لك بقى ان هيكون الاولويه للناس اللي عندها قرايب في امريكا، قرايبهم دول يعني معاهم اقامه دايمه. طب لو هو الناس ديت ما عندهمش، او ما فيش عبد الفتاح ناس قريبه معاهم اقامه دايمه، هيسيبوا الفلسطينيين زعلانين؟ ينفع يعني؟ قال لك لا طبعا، ودي تيجي ما يرضوناش احنا كامريكا، احنا يمين بنفهم في الاصول. فقال لك يا سيدي حتى لو ما عندكمش قرايب هناك معاهم اقامه دايمه محلوله، ما تشيلش هم انت. بس قال لك كان في قانون قديم هيفعلوه علشان يسهلوا على الفلسطينيين الموضوع ده. حد يسالني سؤال بقى منطقي، يقول لي يا عم عبد الفتاح، هي مش دي امريكا اللي ساعدت الضفاير ان هم يصفوا حوالي 40,000 شهيد فلسطيني تقريبا يعني؟ هقول لك ايوه. هتقول لي كان ما بينهم اطفال وكبار في السن وسيدات؟ هقول لك ايوه. هتقول لي مش دول اللي استخدموا تقريبا الف سين لام ح ت مربوطه محرمه دوليا؟ هقول لك ايوه برضو. هتقول لي مش دول اللي عملوا مجاعه ومنعوا اكل وشرب وقطعوا الكهرباء وحتى على المستشفيات والاطفال والحضانات؟ هقول لك ايوه يا فندم. هتقول لي مش دول اللي خربوا البنيه التحتيه للدوله وعشان يحصل اعاده اعمار هناك محتاجين 100 مليار دولار او مئات المليارات؟ هقول لك ايوه برضو. هم والله العظيم هم يا فندم. هقول لك مستغرب طبعا صح. هتقول لي هم هم طب يعني الاجنحه ديت والحنيه ظهرت مره واحده ليه؟ هقول لك بص لو سمحت ما تكبرش الموضوع، يمكن ربنا هداهم ماشي كده. لا ده انا عايز اقول لك كمان الموضوع مش في امريكا بس. اه والله ده في دوله تانية بقى في قمه الاحترام اللي في الدنيا والجدعنه الحقيقه، قدمت مقترح كمان باستقبال الفلسطينيين، الا وهي كندا. كندا قالت اللي ليهم قرايب هناك يا جماعه تعالوا. بس بقى لو سمحت الاثنين دول قالوا ايه بقى؟ علشان المشروع ده نعمله ويتم، محتاجين يا مصر لو سمحت معلش يعني الناس دي تدخل عندكم الاول ويسافروا من عندكم علشان يجوا لنا باذن الله يعني ان شاء الله طبعا. فحابب اعرف رايكم في الموضوع ده ايه بالظبط. شكرا ليكم.